مساء الفل، معاكم محمد يونس. فيديو جديد، لايف جديد طبعا بالتاكيد يا جماعه. هنتكلم عن المباراه اللي شغله الشارع المصري كله، بالتاكيد مباراه نادي الاهلي وين طبعا نادي الترجي التونسي. مباراه صعبه جدا، مباراه قويه ومهمه جدا 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 طبعا للفريقين او للقطبين. فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي المحترم اللي النهارده كلنا كاهلاويه زملكاويه اسماعيلاويه بورسعيديه كل الناس بنشجع ان شاء الله النهارده المارد الاحمر او النادي الاهلي بيلعب باسم مصر. حاجه كبيره، حاجه مميزه جدا. هنتكلم طبعا عن الغيابات، هنتكلم على التشكيل، هنتكلم كمان على طريقه لعب مارسيل كولر وطبعا ميجيل كاردوزو، طريقه لعبه وادارته للمباراه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان شاء الله على التتويج. النادي الاهلي حاجه كبيره، حاجه محترمه، بيلعب طبعا باسم النادي الاهلي، اسم تاريخي، اسم كبير. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. دي مقدمه كنت حابب اقولها. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على تحقيق البطوله. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، نخش على طول في المباراه. المباراه صعبه جدا، والناس اللي فاكره ان المباراه النهارده سهله، لا يا جماعه بالعكس، المباراه صعبه جدا جدا جدا. اولا الضغط، ضغط الجماهير، الضغط النفسي، الضغط البدني، مارسيل كولر وقد ايه ومحضر سيناريوهات كتيره للمباراه. كمان عايز اتكلم بالنسبه ان عندك اكتر من مركز، اللعيبه بتلعبش على طبيعتها او على طبيعه الجيم بتاعها، زي كريم فؤاد في مركز الباك ليفت مكان علول او علي معلول. كمان مارسيل كولر بيطلع كريم الدبيس اللاعب الاشول الوحيد اللي ممكن يقدر يلعب في مركز الباك ليفت، طلعه بره السكور شيت. كمان طلع خالد عبد الفتاح اللي لعبها مسموحه اكتر من مره. كمان كوكا مش هيلعب اساسي، اللي هو اصلا في الناشئين لعب اكتر من مره كلاعب باك ليفت. فانا كنت اتمنى كوكا هو اللي يلعب في مركز الباك ليفت، لان بدنيا قوي جدا ودفاعيا قوي جدا، وهيتيح الفرصه ليه حسين شحات في الجانب الهجومي. طب ما تيجي كده نتكلم مع بعض على طبعا التشكيل المتوقع. جول كيبر وانت مغمض طبعا مصطفى شوبير، اثنين سنتر باكس طبعا محمد عبد المنعم وي طبعا رامي ربيعه، ناحيه الرايت طبعا المتميز محمد هاني، ناحيه الليفت كريم فؤاد. ثلاثه في نص الملعب هيلعبوا بمثلث مقلوب مش معدول، هيلعب بارتكاز رقم 6 كلاعب محوري او كلاعب ديفندر او ميدفيلدر سنتر. طبعا هيبقى مروان عطيه قدامه اثنين، هيبقى على اليمين النجم المتميز اكرم توفيق مركز 8 او سنترال ميدفيلدر او بوكس تو بوكس زي ما اي مسمى بنحب نسميه. وطبعا هيلعب امام عاشور النهارده، هيلعب بيه يعني بمركز مزدوج، هيلعب 10 هيلعب 8، هيلعب في اكتر من مكان، هيلعب بطريقه لا مركزيه، هيلعب بحريه في نص الملعب. امام عاشور لعبها لان بيجيد اللعب برجله الاثنين، عنده تنوع غير عادي فكريا ومهاريا وبدنيا. امام عاشور هايل جدا، لعب شويط برجله الاثنين. فامام عاشور كمركز 8، 3 في الخط الامامي، ناحيه اليمين كوانج يمين طبعا بيرسي تاو، احسن لعيب في افريقيا السنه اللي فاتت ونجم من نجوم النادي الاهلي وارقامه مرعبه مع النادي الاهلي في افريقيا. ناحيه الشمال طبعا حسين الشحات النجم المميز اللي دايما بيبقى في الماتشات الكبيره بيبقى هايل، ومهاجم صريح طبعا او تارجت مان وسام ابو علي النجم الفلسطيني اللي ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويبقى اخد اول بطوله ليه في تاريخه. فكل التوفيق ان شاء الله. ولوسام 25 سنه لعيب واحد ارقامه مرعبه مع النادي الاهلي، فلعيب مميز ولعيب كبير جدا. على الدكه يبقى عندك خيارات كتير وحلول كتير. هيبقى عندك طبعا محمود عبد المنعم كهرباء، هيبقى عندك طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد مجدي قفشه، لا عنده لعيبه جامده جدا، اليو ديانج، في لعيبه كتيره مهمه جدا جدا جدا. ده بالنسبه للنادي الاهلي ومدى خطورته ان شاء الله. يبقى في امام عاشور، حسين شحات، بيرسي تاو، وطبعا المتميز جدا جدا طبعا وسام ابو علي. بالنسبه للفريق الخصم طبعا تحت قياده ميجيل كاردوزو، طبعا عارفين ان النادي الترجي دايما بره ارضه بيبقى افضل، عنده عناصر جامده جدا، عنده ياسين مرياح في خط الظهر لعيب كبير جدا، عنده امان الله ممش طبعا الحارس المتميز، كلين شيت برضه زي الشناوي، ارقام قياسيه للاعب المميز جدا او الحارس المميز. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده قادر ان يدق باذن الله شباكه اكتر من جول. عنده كمان طبعا شعلالي طبعا لعيب مميز جدا جدا جدا، عنده كمان بوشنيبه نجم المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي الباك رايت المميز، طبعا لاعب نادي الترجي الهايل، بيلعب في منتخب تونس، عنده 20 سنه، لعيب كبير جدا. عنده ساس طبعا اللاعب المميز اللي عارفينه، لعيب من اللعيبه المتميز، وهو انا شايفه ترمومتر اداء الفرقه. انا شايفه هو اخطر لعيب، رودريجو لعيب بطيء، المهاجم الصريح لعيب بطيء، كورته ضعيفة قوي، أنا شايفه يعني سهل جدا التعامل معاه بالنسبة لرامي ومحمد عبد المنعم. أما ساس لعيب كبير قوي ولعيب متميز جدا جدا
جدا. فدول اخطر لعيبه في طبعا النادي الترجي، وان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يتعامل معاهم بشكل مميز او بطريقه مثلى باذن الله، ويقدر يحقق لنا البطوله المهمه الجامده جدا اللي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على اسعاد ان شاء الله 120 مليون مصري. كل التوفيق ان شاء الله برضو لاشقائنا التوانسه. اتمنى ان شاء الله ان النهارده جماهير نادي الترجي التونسي او الجماهير التونسيه تلتزم يا جماعه التزام كامل بالقوانين المصريه زي ما التزمنا احنا كمصريين بالقوانين التونسيه. ما يكونش فيه طبعا يا جماعه شماريخ، ما يكونش فيه ليزر، ما يكونش فيه اي اساءه لاي لعيب من لعيبه النادي الاهلي. طبعا دي بلدهم الثانيه، فكل التوفيق ان شاء الله. عايز اتكلم بالنسبه للتعليق، اتمنى الكابتن النهارده عصام الشوالي يكون محايد، ما يجيش ضد النادي الاهلي، ما يعملش تعصب، ما يعني ما يحاولش يهاجم جماهير النادي الاهلي في المنازل او في البيوت. اتمنى له التوفيق. طبعا معلق عربي كبير ومحلل كبير جدا وراجل ليه باع وليه تاريخ جدا في عالم التعليق العربي، فان شاء الله يكون محايد النهارده وباذن الله البطوله تكون حليفه للنادي الاهلي. مارسيل كولر الواحد بهمس له في ودانه بيقول له تخيل ان نادي الترجي كسب نادي صن داونز ذهاب واياب وكسبه على ملعبه وسط جماهيره، وفريق ملتزم جدا دفاعيا وفريق قوي جدا دفاعيا وفريق عنده التزام غير عادي، لان المدرب بتاعه مدرب محنك، مدرب كبير وكان ماسك في الدوري البرتغالي ومسك في الدوري الاوروبي، فمدرب عنده خبرات ومدرب عنده قدرات، عنده لعيبه مساعداه زي مرياح. اي فريق او اي نادي في افريقيا او في اوروبا يتمنى يسيب مرياح، لان لعيب خبرات ولعيب هايل جدا ولعيب مميز وبيقدر قد ايه يكون متحكم في طريقه اللعب، خاصه في طريقه البيلد اب او نهايه او بدايه عفوا الهجمه. عنده امان الله ما مش طبعا الحارس المميز جدا، نجم من نجوم البطوله، انا شايفه بصراحه حارس واعد. عنده كمان ساس لعيب مميز جدا في الخط الهجومي، وهو اللي بيقدر يشكل طريقه اللعب في الخط الامامي. عنده طبعا الشعلالي طبعا في نص الملعب منتخب تونس، ولعيب خبره ولعيب كبير. عنده بشنيبه ناحيه الرايت لعيب مميز ولعيب عنده خبرات. فالترجي عنده لعيبه مميزه ما نقدرش ننكر، الترجي عنده نسخه قويه جدا غير النسخه اللي كانت من كام سنه اللي النادي الاهلي قدر يكسبه ذهاب واياب على ملعبه في استاد القاهره. فنادي الترجي خوف، عندهم لعيبه في الخط الامامي زي ساس انا خايف منه جدا، لان قوي وسريع وحريف ولعيب خطر، يعني لعيب خطر يعني بيهدد المرمى دايما، وكمان لعيب تصوباته جامده جدا من خارج المنطقه. فانا خايف على النادي الاهلي وطريقه لعب مارسيل كولر. لازم اللعيبه تلعب بحزم، تلعب بقوه، تلعب باندفاع هجومي، ده من وجهه نظري في بدايه المباراه، ويقسم المباراه على ثلاث اربع طبعا سيناريوهات، يلعب ببلان ايه وبلان بي وبلان سي، وان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يخطف المباراه ويكسب باذن الله المباراه. عايز اقول لك ان التتويج صديقي الاهلاوي هيبقى على ارضيه الملعب، فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله قادر ان هو يحقق لنا البطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لجماهير النادي الاهلي، كل التوفيق لاداره النادي الاهلي، واحلى مسا الاهلاويه.